التعليم تحذر من استعمال الموبايل بامتحانات الثانوية العامة وخطة مع 4 وزارات للتأمين. التموين تعلن صرف 3 مليارات جنيه دعماً سلعياً ل70 مليون مواطن خلال رمضان. القوى العاملة تؤجل اجتماع علاوة القطاع الخاص إلى الأسبوع المقبل. جناية المنصورة تقضي بإعدام مغتصب طفلة البامبرز. وزير المالية: الحكومة لن ترفع أسعار الفائدة على شهادات قناة السويس. تواصل الاحتجاجات في المغرب لليوم السادس للمطالبة بالإفراج عن الناشط ناصر الزبزالي. رسمياً وزير الرياضة يعلن صدور قانون الرياضة الجديد. الليلة عزاء الإعلامية صفاء حجازي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.